ريمكو ويك مكمل معنا بأوتو فوكس ومع العروضات اللي ما بتتصدق. ومعنا اليوم جاد أيوب من ريمكو. هاي جاد، تحكي لنا أكثر عن ميكرا، السيارة المهضومة من نيسان. مزبوط، مثل ما قلت المهضومه لانه هي اكثر صغيره ولليونج جينيريشن، يعني للشباب اكثر. بتخيل الميكرا شهر الماضي حكينا عنها قد هي قويه وقد منيحه وقد سيف. اليوم عندنا عرض جديد على الميكرا يلي هو كمان عرض ما بيتصدق الا اذا نحن عاملينه. ليه؟ لانه عم ندفع 1500 دولار دفعه اولى على هيدي السياره، وعم ندفع بالشهر على مده 5 سنين 289 دولار. يعني ب 1500 دولار اللي هي هالدفعه الكثير صغيره، بالقسط الشهري اللي هو كمان كثير واطي على مده 5 سنين مش 6 سنين، وكمان ما في ولا اي سند او دفعه مخبيه. يعني هيدا كل شيء مبين. هيدا كل شيء مبين، عم بياخذوا السياره عم بتكون مسجله مع تفقه والتامين على مده 5 سنين، واكيد السياره بتكون مكفوله على مده 4 سنين او 100,000 كيلومتر، وكمان اوتوماتيك. هيدا لما قفه يكون في قطب مخفيه تكون السياره في تسلا مانيوال او نو اتس اوتوماتيك، وبهيدا هو الاوفر تبعها. اذا بدنا ننتقل نحكي شوي اكثر عن الميكرا، الميكرا هي سياره يمكن صغيره كومباكت، بس هي منها ابدا صغيره لانه واسعه كثير من قلبها. موتورها 1.5 يعني عم بيعطينا قوه لكل الطرقات بلبنان. بفتكر منيحه كونه حجمها صغير السياره 1.5 بده يكون بيرفكت. مزبوط، انت بينج الشخص يلي تكنيكال انجينير، سو انت بتعرف اكثر عن السياره من هالناحيه، وكمان بتخيل بتعرف اكثر عن ناحيه الاشياء التقنيه يلي بقلب السياره. كمان بدي احكي عن الشيء المهم عن نيسان، هو الافتر سيلز المعروفه فيه، انه كثير منيح من ورا خبرتي بنيسان. مزبوط، صراحه كمان عملت انترنشيب عندنا بريمكو، وبما انه هي تكنيكال انجينير سو كان موقعها تحت بخدمه ما بعد البيع، وتعرفت اكثر على السيارات وتعرفت اكثر على السيرفيس، نحن كيف بنتعامل مع الزبونات. السيرفيس السريع والمنيح. السيرفيس السريع 100%. عطول على بيرفكسيون. انت بتعرفي اكثر مني. مزبوط. فهي الشركه مانها بس عباره، هي مانها بس عباره عن انه نبيع السياره، فكمان خدمه ما بعد البيع هي العلاقه يلي بتربطنا بالزبون لمده سنين، يلي كمان بتخلي الزبون يرجع يفكر بنفس الشركه ويشتري سياره من عنا. مش بس السيارات عنا بعقده، كمان السيرفيس عنا بتعقد. وين موجود الميكرا؟ الميكرا موجوده بكل صالات العرض تبعنا يلي هن بيتوزعوا من فردان لجل الديب وكمان بجاليري سمعان. في عنا الوكلاء تبعنا يلي هن موجودين على جميع الاراضي اللبنانيه، بيتصلوا فينا على ال 1599 هيدا الهوت لاين تبعنا، وبيتوجهوا لعنا وبيشوفوا السياره اكيد فيهم يجربوها كمان. خلينا نحكي عن البارت المهمه كمان يلي بتهم المشاهدين كثير، هي سعر هالسياره. سعر هالسيارة مزبوط هو سعر الاوتوماتيك 14900 دولار، مسجلة كمان مع تفقة. سو اللي بحب يشتريها كاش عندها سعرها كثير منافس، يلي بحب يقسطها بهذا العرض يلي هو عن جد حصري وما فيك تلاقيه الا عندنا بريمكو، 1500 دولار دفعة أولى، 289 دولار على 5 سنين بلا أي قطبة مخفية، أي سند مخفي، هيدا الأوفر يلي هو بتخيل اتس هيت، هو عرض كثير مميز وهيك. أوكي. دونك مثل ما شايفين سيارة كثير حلوة ميكرا وصغيرة لطلاب الجامعات او حتى ل مزبوط طلاب الجامعات وكمان لأي حال حدا بالمدينة، كلنا بنعرف بلبنان مشكلة عجقة السير ومشكلة كمان المواقف خاصة ببيروت، فهيدي السيارة بتخيل بحجمها الواسع بنفس الوقت صغيرة ما عندك أي مشكل بقلب المدينة. مزبوط جد. دالكن عم بتتابعونا على اوتو فوكس لتعرفوا اكثر عن ميمكو ويك. باي.